الثروة السمكية. البحارة أيضا معنيين ومسؤولون عن الحفاظ على الثروة السمكية لأنها تشكل مصدر عيش البحار هو وأسرته. المجهزين أيضا معنيين ومسؤولون لأنه لا يعرف سوى الاستثمار في القطاع الصيد البحري. المواطن أيضا مسؤول لأنه يجب عليه أن لا يشتري ويستهلك الأسماك المصطادة بطريقة غير قانونية وعدم إفراط في استهلاك الأسماك. إن الثروة السمكية الوطنية ينبغي أن تستغل بعقلانية من طرف جميع المغاربة. وفي الأخير نشكر غرفة الصيد البحري المتوسطية في شخص رئيسها السيد يوسف بن جلول على القيام بمثل هذه الأنشطة والتي تنبغي أن تعمم على جميع الموانئ لتحسيس بخصوص تأثير التلوث البحري وخصوصا التلوث بالبلاستيك والتغيرات المناخية على الثروة السمكية البحرية. وعلى هذا أهمية الحفاظ على الثروة السمكية من الصيد الغير العقلاني والمفرط والصيد غير القانوني وغير مصرح به. وشكرا. بل المغرب ممنوع، كاين مشكل واحد، كاين الاجانب بعض المرات كنصبروا في البحر داك الشبك اللي ممنوعه كنصبروها كتخرج حتى لاكوت ديال المغرب ديالنا، وهذا هو الاشكال الكبير الخطر اللي كاين كبير. هذه بالنسبه ديال بالنسبه للشبك. اما بالنسبه للاخ اللي قال عاوتاني بالنسبه للوزاره للغرفه الفلاحيه، مرحبا بها ما كاين مشكل، ولكن كاين الصحافه اللي تبارك الله معنا موجوده اللي كتوصل الكلام ديالها واللي كيشوفها كل شيء واللي كيقدر كل شيء توصل بها. نجيو للمشكل ديال ناقشنا حنا، المشكل اللي كان عندنا اليوم شنو هو؟ هو بحر نظيف بدون بلاستيك مسؤوليه الجميع، اللي خصنا نعمقوا ونعمقوا كثير، وهنا انواع ديال البلاستيك والمشاكل ديال البلاستيك وشكون اللي مسؤول وشكون اللي هذا. نجيو حنا هضرنا على المجهزين حقا مجهز، وهضرنا على البحاره، وهضرنا على ربابينا مزيان، ولكن نسينا واحد من العنصر اللي هو اللي خصو يساعد، هي لاين بي، الدور ديال لاين بي في الموانئ. الدور ديال لاين بي في الموانئ كنشوفوا جميع الموانئ ديال المغرب راه ما كتقومش بالدور ديالها، راه كنصبروا جبوله ديال البلاستيك في وسط الموانئ، وكنحملوا حنا المسؤوليه ديال البراكوس او لا. مزيان كاينه واحد المسؤوليه ديالها ولكن قليله، راه داك الشيء كيجي من الواد، راه داك الشيء كيجي من الشواطئ. اذا حنا اللي كان عندنا هاد لاين بي خدام معنا وعندها القوارب ديالها ويوميا كتجمع، غادي نقدروا نغلبوا. نجيو هنا على الجامعات المحليه، الجامعات المحليه الا كانت كتجمع عاوتاني جامعه المحليه ملي كيكون عندها كنجيو حنا الشواطئ كتجمع داكشي القوارب ديال البلاستيك كتجمع، اذا نقدروا نتغلبوا. اذا هنا كنقولوا راه المسؤوليه ماشي